أخبار اليوم. لا طبعا مجمع بيفيد ناس كتير وبيخدم ناس كتير، وصعب ان الناس بديل عنها اكتوبر، يعني صعب جدا. يعني انت شايف ان لو اتنقل هيعطل مصالح الناس خالص؟ اه طبعا اكيد. يعني الناس هنا تحرير وسط البلد، فده ملتقى الناس كلها حتى محافظات، انما اكتوبر تبقى صعبه جدا. يعني انا النهارده عندي ازود الرسوم في مقابل اداء الخدمه وابقي على المجمع، لانك لو نظرت نظره متانيه متحفظه الى لو نقل الى خارج القاهره مشقه ما بعدها مشقه، ولدينا عبره في ذلك الا وهي محكمه الاسره التي تتكبد فيها الامهات والبنات والسيدات من اجل الحصول على الضاله المنشوده وهي حكم نفقه او استئناف حكم نفقه، تجد مسره بعد الساعه 12 لا تجد مواصلات جم الا ما رحم ربي. مجمع التحرير ده يعتبر تحفه معماريه ومكان له تاريخ، وانا مش متخيل الحقيقه ان مجمع التحرير هينتقل من ميدان التحرير الحضن الكبير دي، لكن لانه فضل الاف بل ملايين الجماهير زي ما حضرتك شايفه اللي بيرتادوا المبنى كل يوم من محافظات مختلفه، فانا لو تخيلت ان المبنى ده انتقل بكل هيئاته واركانه ومصالحه الى مكان نائي او مكان بعيد، هيبقى فيه صعوبه على الجماهير انها تتحرك ليه او على الناس، وهيبقى فيه نوع من المشقه مواصلات وغيره، ويحتاج الى شبكه مواصلات والى اخره. انما انا يعني لا يمكن اتصور الحقيقه خارج نطاق مجمع التحرير. اولا زي ما في ناس بتسرق اثار والكلام ده، زي ما احنا بارادتنا بندمر حاجات اثريه يعني من قبل جدودنا بنوها، يعني زي ما تمثال رمسيس اتنقل من مكانه مع انه كان في ميدان عام، ده برضه المجمع عايزين ينقلوه. لا دي حاجه رمزيه للبلد، لو هو اتنقل من بعيد عن القاهره يبقى انت كده بتمحي الاثار الحقيقيه لمكان القاهره نفسها، انت عايز تمحي حاجه اسمها محافظه القاهره لما انت هتنقل الحاجه اثريه. انا برحب بنقل مجمع التحرير من وسط القاهره عشان يخفف الضغط عن القاهره، يجب ان ينقل في الاماكن النائيه او قليله الكثافه في السكان حتى ييسر حركه المرور ويستطيع الانسان ان يقضي حوائجه بسهوله ويسر. احنا كموظفين مش موافقين. ليه؟ مش موافقين، مكان بيبقى بعيد جدا عن شغلنا وعن بيوتنا، عن الاعضاء اللي بتيجي تتعامل معاها، دينا اعضاء مبعوثين، شغلهم كله هنا مصيحة في وسط البلد. اي حاجه خاصه بيهم في وسط البلد هنا، شغلهم كله في وسط البلد، ومقارب ومواصلات قريبه، في متر قريب لكل اي مكان. فكده مفروض علينا احنا لازم نمشي غصب عننا، رحنا مدينه نصر قبل كده قعدنا كام شهر ورجعنا تاني. قعدنا حوالي سنتين في مدينه نصر، سنتين. وسابوا هنا المكان وجيهم رجعوه تاني ووضبوا. وعملوا مراوح جديده ومكاتب جديده وبيبان جديده ودهن الاداره، ده كله اهدار مال عام على فكره، اهدار كده حرام، اهدار مال عام. بالنسبه للمجمع نتنقل؟ لا طبعا، لان صراحه احنا كلنا هنا ده في وسط البلد كلنا، لكن اكتوبر لما يروح اكتوبر بعيد جدا، بعيد عن الناس، هو الشعب اصلا كله مريض، هيروح فين ولا يروح فين؟ اكتر مش مصالح ناس هنا، مصالح الناس هنا كلنا بنتجمع وكلنا ناخد طلباتنا اه ونمشي، بس اسمه قريب في مصر، لكن اكتوبر دي بهدله. الناس كلها كل مصالحها هنا. طب هو هيتباع ده لصالح مين؟ ومين اللي هياخده؟ يعني مصالح الناس دي كلها تقف ازاي؟ والناس ان الناس النهارده لما بتيجي بتنزل من المترو بتنزل محطه تحرير بتطلع المجمع. لما تروح اكتوبر لما تروح العاصمه الاداريه الجديده دي هيروحوا ازاي الناس؟ وهيتكلفوا كام عشان يروحوا هنا ويروحوا هنا؟ احنا بنناشد الناس يعني ان هم يعدلوا على القرار ده صراحه. يعني لا، هم جمع التحرير هنا احسن، الناس كلها عارفه يعني عشان مصالح الناس كلها ما تعطلش. نجي محافظه جينا عارف ان مجمع التحرير هنا، لو نقلوا في المدن الجديده هروح له ازاي؟ لا طبعا مش موافقه، يعني احنا تعودنا على هنا، والمفروض هم يعني احنا نروح المدن الجديده، يعني يكون ممكن في فرع يعني يخدم الناس اللي موجوده في نفس المنطقه، يعني كل مكان يكون فيه جزء يخدم المنطقه، لكن هنا يكون الأساس.